كرويه. اثبتت الدراسات على سبيل المثال الارض كرويه، علماء مختلفين عن شيء معين يتكلمون في الدراسات العلميه، تاخذ وتعطي ولا واقرب للمنطق. المرأة اثبتت دراسات او في دراسات تقول ان صنع طائره مستحيل. طب واللي جاينا فيها قبل شوي وشي؟ صنع سياره مستحيل، اللي قاعد يسوقها وشي؟ فلا يمكن تقول دراسات او اثبتت دراسات على شيء مرئي بالعين مجرد. كثير من امور الخيل المرتبطه في الركوب بالجود عباره عن شيء تشوفه بعيونك ما له علاقه بالاراء. يعني فرضا اصابات اشياء مثلا في النسب ومن نسب الدم والسلالات وغيره، قد تدخل فيها دراسات دي ان اي وغيره، اشياء مرئيه بالعين مجرد لا تناقش فيها، شيء قدامك قاعد تشوفه. التحكم بالحصان عن طريق القوه خطا، اصلا ما تتحكم بالحصان بقوه. الشكيمه بترد الحصان نفس الحصان، غير عليه الشكيمه مع الوقت ما تحكمت فيه. الكاع يعور نفس الحصان، كاع 20 مره ما تعور، حصان ثاني ما يكع تعور. الواقع ما ترد عليه بدراسات، لان الدراسات عباره عن اراء، الا اذا كانت لو دراسات واثبتت باشياء واقعيه فهي ما عندها بدراسه بقدر ما انها اثبات او شيء مثبت علميا. فلما يقال مثبت لابد ينشاف. كثير من الامور في الخيل واقع مرئي بالعين المجرده، واغلب الناس المبتدئين يقبلون الاراء فيها، لان يتوقعون بما ان كثير من الناس يرون شيء معين مخالف للشيء ذا معناته في اراء مختلفه، دراسات مختلفه. ما في دراسات او اراء في واقع مرئي بالعين المجرده. الواقع المرئي بالعين المجرده هو الشيء اللي انت قاعد تسويه قدام الشخص، ولما شخص اخر يركب خطا ما يجيب نفس الشيء، معناته اللي جاب الشيء انت، نفس الحصان، نفس الوضع، نفس الادوات. انا اركب الحصان حاسني، جاء واحد احسن مني ركب نفس الحصان، نفس الوضع، نفس الادوات، تحكم بالحصان، هذا واقع، ما هي مجرد الدراسات او الاراء. الكلام الجميل حلو لكن مو منطقي.